بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 139 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 114 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد وقفنا عند تفسير قوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، حيث يقول الإمام: أما قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فاعلم أن في الآية مسائل. المسألة الأولى: ظاهر الكلام أن الذين آمنوا وسعوا في تخريب المسجد هم الذين يحرم عليهم دخوله إلا خائفين، وأما من يجعله عاما في الكل فذكروا في تفسير هذا الخوف وجوها. أحدها: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال الهيبة وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا عن أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وعتوهم. وثانيها: أن هذا بشارة من الله تعالى للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام واحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله عز وجل صدق هذا الوعد فمنعهم من دخول المسجد الحرام، ونادى فيهم عام حج أبو بكر رضي الله عنه: ألا لا يحجن بعد العام مشرك. يشير الإمام إلى قوله تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب، فحج من العام الثاني ظاهرا على المساجد. لا يجترئ أحد من المشركين أن يحج ويدخل المسجد الحرام. وهذا هو تفسير أبي مسلم في حمل المنع من المساجد على صدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام عام الحديبية. ويحمل هذا الخوف على ظهور أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وغلبته لهم، بحيث يصيرون خائفين منه ومن أمته. وثالثها: أن يحمل هذا الخوف على ما يلحقهم من الصغار والذل بالجزية والإذلال. ورابعها: أنه يحرم عليهم دخول المسجد الحرام إلا في أمر يتضمن الخوف، نحو أن يدخلوا للمخاصمة والمحاكمة والمحاجة، لأن كل ذلك يتضمن الخوف. والدليل عليه قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وخامسها: قال قتادة والسدي قوله تعالى إلا خائفين، بمعنى أن النصارى لا يدخلون بيت المقدس إلا خائفين، ولا يوجد فيه نصراني إلا أوجع ضربا. يقول الإمام: هذا التأويل مردود، لأن بيت المقدس بقي أكثر من 100 في أيدي النصارى، بحيث لم يتمكن أحد من المسلمين من الدخول فيه إلا خائفا، إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين رحمه الله في زماننا. وسادسها: أن قوله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وإن كان لفظه لفظ الخبر، لكن المراد منه النهي عن تمكينهم من الدخول وعن التخلية بينهم وبينه، كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وأما قوله تعالى لهم في الدنيا خزي، فقد اختلفوا في الخزي،
فقال بعضهم ما يلحقهم من الذل بمنعهم من المساجد، وقال آخرون بالجزية في حق أهل الذمة وبالقتل في حق أهل الحرب. واعلم أن كل ذلك محتمل، فإن الخزي لا يكون إلا ما يجري مجرى العقوبة من الهوان والإذلال، فكل ما هذه صفته يدخل تحته، وذلك ردع من الله تعالى لهم عن ثباتهم على الكفر، لأن الخزي الحاضر يصرف عن التمسك بما يوجبه ويقتضيه. وأما العذاب العظيم فقد وصفه الله تعالى بما جرى مجرى النهاية في المبالغة، لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم بأعظم الظلم، فبين أنهم يستحقون العقاب العظيم. ثم يقول الإمام في الآية مسألتان: المسألة الأولى في أحكام المساجد، وفيه وجوه. الأول في بيان فضل المساجد، ويدل عليه القرآن والأخبار والمعقول. في بيان فضل المساجد ويدل عليه القرآن والأخبار والمعقول. أما القرآن فآيات، أحدها قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول الإمام: أضاف الله عز وجل المساجد إلى ذاته بلام الاختصاص، ثم أكد ذلك الاختصاص بقوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وثانيها قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فجعل عمارة المسجد دليلا على الإيمان، بل الآية تدل بظاهرها على حصر الإيمان فيهم، لأن كلمة إنما للحصر. الآية وأقول الآية لا تدل على حصر الإيمان في من يعمر المساجد، بل على حصر عمارة المساجد في المؤمنين. وهنا المقصود بالعمارة بقسميها: العمارة المادية والعمارة المعنوية. إذن الآية لا تدل على حصر الإيمان في من يعمر المساجد، بل على حصر عمارة المساجد في المؤمنين، تدل على حصر عمارة المساجد في المؤمنين، ومعناها لا يعمر المساجد إلا من آمن بالله واليوم الآخر. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في الآية التي قبلها: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي أن الآية الكريمة قصرت عمارة المساجد على المؤمنين، ولم تقصر الإيمان على عمار المساجد كما قال الإمام. وثالثها قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ورابعها هذه الآية التي نحن في تفسيرها، وهي قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فإن ظاهرها يقتضي أن يكون الساعي في تخريب المساجد أسوأ حالا من المشرك، لأن قوله تعالى: ومن أظلم يتناول المشرك، لأنه تعالى قال: إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان الساعي في تخريب المسجد في أعظم درجات الفسق، وجب أن يكون الساعي في عمارته في أعظم درجات الإيمان. وأما الأخبار فأحدها ما روى الشيخان في صحيحيهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد، فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه، فقال عثمان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة. وفي رواية أخرى: بنى الله له بيتا في الجنة. وثانيها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول الإمام: واعلم أن هذا الخبر تنبيه على ما هو السر العقلي في تعظيم المساجد، وبيانه أن الأمكنة والأزمنة إنما تتشرف بذكر الله تعالى. فإذا كان المسجد مكانا لذكر الله تعالى، حتى إن الغافل عن ذكر الله إذا دخل المسجد اشتغل بذكر الله، والسوق على الضد من ذلك، لأنه موضع البيع والشراء والإقبال على الدنيا،
وذلك مما يورث الغفلة عن الله والإعراض عن التفكر في سبيل الله، حتى إن ذاكر الله تعالى إذا دخل السوق فإنه يصير غافلا عن الذكر. لا جرم كانت المساجد أشرف المواضع والأسواق أخس المواضع. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث المذكور: قوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأنها بيوت الطاعات، لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى، لمسجد أسس على التقوى، إذن أساسها على التقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها، لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه. والحب والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه، والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. الوجه الثاني في فضل المشي إلى المساجد. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئته والأخرى ترفع درجته. رواه مسلم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له في الجنة منزلا كلما غدا أو راح. أخرجاه في الصحيح. الحديث الثالث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل ما أعلم أحدا من أهل المدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد منزلا منه من المسجد، وكان لا تخطئه الصلوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الرمضاء والظلماء، فقال: والله ما أحب أن منزلي بلزق المسجد، والله ما أحب أن مسجدي بلزق المسجد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأله فقال: يا رسول الله، كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لك ما احتسبت أجمع. أخرجه مسلم. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد، فقالوا: نعم قد أردنا ذلك. قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. ومعناه: إلزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في حقهم، أي في حق بني سلمة، وهي قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الحديث الخامس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إلى المسجد مشيا، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا ممن يصليها ثم ينام. أخرجاه في الصحيح. الحديث السادس عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد الذي يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم يرعى الصلاة، أي يريدها. الحديث السابع عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال:
حضر رجلا من الأنصار الموت فقال لأهله من في البيت؟ فقالوا أهلك وأما إخوتك وجلساؤك ففي المسجد. فقال ارفعوني، فأسنده رجل منهم إليه ففتح عينيه وسلم على القوم فردوا عليه وقالوا له خيرا. فقال إني مورثكم اليوم حديثا ما حدثت به أحدا منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسابا، وما أحدثكموه اليوم إلا احتسابا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد يصلي في جماعة المسلمين لم يرفع رجله اليمنى إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة حتى يأتي المسجد، فإذا صلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر له، فإن هو أدرك بعضها وفاته بعض كان كذلك. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وفيه في رواية البيهقي فقال لأهله من في البيت؟ فقالوا أهلك وإخوانك وجلساؤك في المسجد، يعني هؤلاء كلهم كانوا في البيت. فقالوا أهلك وإخوانك وجلساؤك أهلك وإخوانك وجلساؤك في المسجد، هؤلاء في البيت كانوا. ونص الإمام فقال لأهله من في البيت؟ فقالوا أهلك وأما إخوتك وجلساؤك ففي المسجد. هكذا ذكره الإمام. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها ولم ينقص ذلك من أجرهم شيئا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه السلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. الحديث العاشر قال أبو سلمة بن عبد الرحمن لداود بن صالح هل تدري فيما نزلت يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قال قلت لا يا ابن أخي. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه البيهقي في شعب الإيمان والحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال الذهبي في التلخيص صحيح. الحديث الحادي عشر عن بريدة قال قال عليه السلام بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. قال النخعي كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة موجبة، أي أنه يوجب الجنة لصاحبه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي في سننهما عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، ورواه ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث الثاني عشر قال الأوزاعي كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد عليه السلام والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه السلام من بنى لله بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. رواه الطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. الحديث الرابع عشر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال عليه السلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ذر رضي الله عنه، وأحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم كمفحص قطا هو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض لأنها تفحص عنه التراب،
وهذا مذكور لإفادة المبالغة، وإلا فأقل المسجد أن يكون موضعا لصلاة واحد. الحديث الخامس عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه. الحديث السادس عشر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: إن المساجد بيوت الله، وإنه لحق على الله أن يكرم من زاره فيها. رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن ميمون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع. الحديث السابع عشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل، إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل. رواه الطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث الثامن عشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: يقول الله تعالى: كأني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت عنهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. الحديث التاسع عشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: إذا أنزلت عاهة من السماء صرفت عن عمار المساجد. رواه البيهقي في شعب الإيمان. الحديث العشرون: كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما: يا أخي، ليكن بيتك المساجد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، وقد ضمن الله لمن كانت المساجد بيوتهم بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى. رواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي عثمان النهدي. الحديث الحادي والعشرون: قال سعيد بن المسيب عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن للمساجد أوتادا من الناس، وإن لهم جلساء من الملائكة، فإذا فقدوهم سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه موقوفا. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني والعشرون عن الحسن قال: قال عليه السلام: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم، فلا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة. رواه البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن مرسلا. ورواه الحاكم في المستدرك عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: حديث صحيح. الحديث الثالث والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، لا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا الصلاة إلا دبرا، لا يتألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل، سخب بالنهار. رواه الإمام أحمد في مسنده. والنهبة بضم النون وسكون الهاء اسم الانتهاب، كالنهبة بالألف المقصورة. وقوله لا يقربون المساجد إلا هجرا بفتح الهاء، وهو الترك والإعراض عن الشيء، يعني أنهم لا يقربون المساجد بل يهجرونها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يأتون الصلاة إلا دبرا بفتح الدال المهملة وسكون الباء، أي آخرة، حين يكاد الإمام أن يفرغ من الصلاة ونصبه على الظرفية. وقوله صلى الله عليه وسلم: خشب بالليل،
أي ينامون الليل لا يصلون صخب بالنهار بضم الصاد المهملة والخاء المعجمة، وفي رواية أخرى سخب بالسين المهملة، والسخب والصخب الضجة واضطراب الأصوات للخصام. قال الزمخشري في الفائق: والأصل السين والصاد بدل، والمراد رفع أصواتهم وضجيجهم في المجادلات والخصومات وغير ذلك، والمراد رفع أصواتهم وضجيجهم في المجادلات والخصومات وغير ذلك. الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال عليه السلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا حديث أخرجه الشيخان في الصحيح أو في الصحيحين. الحديث 25 عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها 10 حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. رواه البيهقي في شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. الحديث 26 روى عبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق بن الحكم قال: سمعت سعيد بن المسيب وسأله أبي: أحضور الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟ قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تقبر فله قيراطان، والجلوس في المسجد أحب إلي، تسبح الله وتهلل وتستغفر، والملائكة تقول آمين، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإذا فعلت ذلك فقل اللهم اغفر لسعيد بن المسيب. رواه البغوي في شرح السنة. الباب 3 في تزيين المساجد. الحديث 1 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يقول الإمام: والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله، ومنه قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وهي التي يطول بناؤها. الحديث 2 أمر عمر رضي الله عنه ببناء مسجد وقال للبناء: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ذكره البخاري في الصحيح تعليقا. وقوله أكن فعل أمر من الإكنان، أي اصنع لهم كنانة، وهو ما يسترهم من الشمس ويحميهم من المطر. وقوله إياك أن تحمر أو تصفر، أي احذر طلي المسجد بالأحمر أو الأصفر. فتفتن الناس، أي تفسد عليهم صلاتهم وتوقعهم في الإثم لاشتغالهم بالألوان عن الخشوع في الصلاة. الحديث 3 روي أن عثمان رضي الله عنه رأى أترجة من جص معلقة في المسجد فأمر بها فقطعت. رواه البغوي في شرح السنة. الحديث 5 قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا حليتم مصاحفكم وزينتم مساجدكم فالدمار عليكم. رواه البغوي في شرح السنة. الحديث 5 قال أبو قلابة: غدونا مع أنس بن مالك رضي الله عنه إلى الزاوية فحضرت صلاة الصبح، فمررنا بمسجد فقال أنس: لو صلينا في هذا المسجد. فقال بعض القوم: حتى نأتي المسجد الآخر. فقال أنس رضي الله عنه: أي مسجد؟
قالوا مسجد أحدث الآن. فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا. رواه البغوي في شرح السنة. وقول أنس رضي الله عنه يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا ذكره البخاري في صحيحه تعليقا ووقفه على أنس رضي الله عنه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند الباب الرابع من الأبواب التي ذكرها الإمام في بيان أحكام المساجد. نقرأ الأحاديث والأخبار التي سطرها في هذا الباب والأبواب التي بعده في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.